السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى اموركم كامله تكون مزيانه ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه كتجي زوينه وبنينه بالبنان، نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نبداو على بركه الله مع المقادير اللي عندنا اللي غادي نحتاجو. على بركه الله غادي نحتاجو في المقادير جوج بيضات، جوج خمارات حمر، واحد الفاني، كاس ديال العنب عامر ديال عصير البرتقال، نص كاس ديال السكر سنيدة، نص كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال الطحين الفورس الممتاز، معلقة ديال الخل. على بركة الله نبداو الطريقة ديال التحضير ديال الكيكة. على بركة الله نديرو البيض ديالنا. بسم الله. نديرو نص كاس ديال السكر، نديرو الفاني، الفاني ولا اللي بغيتو، النكهة اللي بغيتو ديروها ديروها. نضرب مزيان هاد السكر والبيض حتى يذوب لنا داك السكر. غادي نضيفو معلقة ديال الخل، نضيفو كاس ديال العصير ديال البرتقال، نضيف نص كاس ديال الزيت، ندير الكاس، نزيد نص كاس ديال الطحين، نزيد معاه الخمارة، نضربو مزيان حتى يبقى الطحين ديالنا مكعبر. كتجي العجينة شويه خفيفه، نتوما كتشوفو كيفاش جات. صافي، دابا غادي نوجد اللاطه ديالي اللي غادي ندير في الفران، ندهنها بشويه الزبده والطحين ونضيف لها، ندير هذا الخليط ونديرو في الفران. ندوزو دابا نديرو الخليط ديالنا في الاناء اللي نديرو في الفران. انا غادي نستعمل هذا. من بعد ما شعلت الفران ديالي درجه الحراره 180 الفوق والتحت، دابا غادي نضيف الخليط ديالي. بسم الله. صافي، غادي نديرو الخليط ديالنا في الفران، توجد ان شاء الله طيب، ونكمل معكم الطريقه ديال التزيين والمقادير اللي غادي نحتاجو باش نزينوها ان شاء الله. دابا البنات غادي نوجدو الكريم كراميل اللي غادي نحتاجو للتزيين ديال الكيكه ديالنا. غادي نحتاج كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، غادي نديرو في كاسرونه،
وغادي نديرو على النار تكون مهيله حتى يولي كراميل. هما نتوما البنات من بعد ما درنا على البوطه وبدا كيدوب نحاولوا نحركوا شويه بشويه حتى يذوبنا هذا السكون مزيان. ها نتوما البنات بعد ما داب السكر ديالي دابا غادي نضيف عليه ربع كاس ديال العنبه ديال الماء طايب. بسم الله. نبقى نحركو صافي نبقاو نحركو حتى يذوب عليه هذا السكر كامل ونرجعو نضيفو عليه نص كاس ديال الحليب معاه معلقه ونص ديال مايزينا. نستمر هكا حتى يذوب لنا هذا السكر كامل. غادي نضيف عليه نص كاس ديال الحليب نص كاس ديال الحليب معاه معلقه ونص ديال المايزينا. صافي نستمر هكا كنحركو حتى يخسر لينا. هانتوما البنات بعد ما وجدت لنا الكراميل ديالنا ها كيفاش جات، هانتوما كتشوفو كيفاش جات وطابت لنا الكيكه ديالنا. غادي نوجدو دابا نزينوها. غادي نحتاجو البنان وغادي نحتاجو دانيس كراميل على بركة الله. غادي ندهن الكيكه ديالي دانون كراميل نديرو دانيس ديالنا. بسم الله. ندهنوها كاملة. بالطريقة هادي غادي نقطع البنان ديالي دوائر ونستفو فوق هاد دانيس كراميل. بعد ما قطعت البنان ديالي غادي نستفو بهذه الطريقة هذه هكا. صافي نستمرو هكا تنكملو كامل الكيكة ديالنا. بعد ما استفدت البنان ديالي كامل دابا غادي ندوز ندير له الكراميل. غادي نحاول بهذه الطريقه هذه هكا. صافي نحاول ندلعو هكا ب معلقة. صافي نستمرو هكا حتى ندهنو البنان ديالنا كامل نغطيه بالكراميل.
نديرو مع الجناب، هانتوما عندي هنايا شويه ديال الكاوكاو افيلي حمرته، غادي نديرو هكا مع الجنبات بهذه الطريقه، نحاول انني نغطي هذا الجنب هذا. حسن نكمل كل شيء بقى هكا. ها هي البنات الكيكه ديالنا من بعد ما وجدات، كيك هادشي المنظر ديالها رائع وراقي. نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكما كنقول لكم دائما ما تنساونيش بالتعليقات الزوينه ديالكم اللي كتزيد تشجعني وتحفزني، ولي لايك ديالكم الفيديو، والى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء باش يشوفوه. وشكرا شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم ليا اللي يخطيكم، ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي كيدخلوا جدادين، مرحبا بكم معنا. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر مع وصفة جديدة إن شاء الله.